مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خوتي خواتاتي السلام عليكم، تحية لكم كبيرة، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة إن شاء الله. اليوم إن شاء الله حبينا نشارككم فيديو جديد، فيديو عطلة نهاية الأسبوع. كنتمنى أن الفيديو يعجبكم، إذا كان عجبكم أنكم تبارطاجيوه مع الأصدقاء ديالكم وتدعمونا بجيم وشكرا لكم. واليوم إن شاء الله غنشارككم معنا كذلك هذا الفطور البسيط والبسيط جدا كما كتشوفوا معايا، كنتمنى أنه ينال الإعجاب ديالكم. هانتوما كما كتشوفوا حتى حنا راه عندنا الخضورية شوية كما كتشوفوا، وضروري من الدكة، الدكة هي كلشي، لا مكاينش أتاي مكاين والو صراحة الله. هاد الدكيكة هادي كنهديها للمغاربة كاملين وشكرا لكم. وكذلك اليوم ان شاء الله غادي نعدلو كسكسو اليوم الحد ان شاء الله، لان الجمعه تكونوا خدامين. كسكسو في الغربه، وغنشوفوا هذا كسكسو في الغربه كيفاش غادي يطلع. وتنتمنى كذلك انكم تخليونا واحد التعليق اللي تخلينا نزيدوا القدام ان شاء الله، وشكرا لكم. ونطلقوا خوتي خواتاتي، هذا هو كسكسو ان شاء الله، ها هو كيوجد كما كتشوفوا معايا. كسكسو بسبع خضاري، كسكسو كيجي بنين خصوصا في الغربة، كتفكر البلد الحبيب والجمع مع العائلة. وفي الأخير إخواني أخواتي، تنبغي نشكركم على المتابعة، وتنتمنى أنكم تدعمونا وتشاركوا معنا في القناة، وشكرا لكم وبصحة. كسكسو مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.